منبج أو سكان إدلب، يعني جميع القوات هناك، خصوصا أن هذه القوات تحاول أن يعني تحاول أن تتبع السياسات التركية في المنطقة. هم تابعين بدرجة أولى إلى تركيا. يعني هنا سنجد أن السياسة التركية ستحاول أن تفرض إرادتها على هذه القوات، ولكن من الممكن أن تكون هناك حرب، ولكن هذه سوف لن تطول، لأن الجميع يعلم أن الروس والسوريين جادين في تحرير هذه المناطق وفي القضاء على الجيوب في إدلب، لأنها تعتبرها آخر الجيوب التي المعارضة في سوريا. هنا عملية الفصل بين الإرهابيين المحتملين والقوات التي تريد الحرية أو التحرير، يعني هناك قوات ليست كلها إرهابية في هذه المناطق. هنا عملية الفصل ستكون عملية دقيقة ومعقدة وأيضا جراحية، إذا أردنا أن نسميها بالمفهوم العسكري. لذلك لا يمكن، هنا سيختلط الحابل بالنابل. أنا لا أميل إلى الحل العسكري في هذه المناطق، أنا أميل إلى الحل السياسي. وتملك القوات الروسية أو الجانب الروسي إضافة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب التركي جميع المؤهلات، وخصوصا بعد الانفتاح الذي جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية والأتراك، وخصوصا بعد إطلاق القس الأمريكي أندرسون والتقارب الأمريكي التركي، من الممكن أن نجد حلا لهذه المعضلة في إدلب. نعم، ابقى معي سيدي.